ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد، يعني هناك العديد من الخطوات والرسائل المباشرة وغير المباشرة، ولكن الآن هناك ما أعلنته وزارة الخارجية عن جولة سيقوم بها مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا إلى الصين ونيوزيلند. يعني ضعنا بأجواء ما يجري في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. نعم، هذه الجولة تأتي بعد اللقاء الخاطف بين كل من وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني، والتي أكدت الصين بأنها لن تجلس للحوار مع الولايات المتحدة إثر فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع، إضافة إلى المواقف السياسية والاقتصادية. هناك العديد من الحواجز والمشاكل بين كل من البلدين، لكن في خلال السنوات الأخيرة زادت هذه التوترات سواء من طرف الولايات المتحدة أو من طرف الصين. هذه الجولة من المتوقع أن يتم من خلالها التمهيد إلى جلسة بين كل من وزيري الخارجية بحسب بعض الوسائل الإعلامية المحلية للجلوس على طاولة الحوار، ومن ثم محاولة من قبل الولايات المتحدة لإعادة تنظيم الأمور ذات الأولويات التي تهم كل من الولايات المتحدة والتي تهم كل من الصين، من أجل الانطلاق نحو عدد من التفاهمات سواء في الأمور السياسية أو في الأمور كذلك العسكرية. التوتر بين كل من البلدين ليس هو وليد هذه اللحظة، التوتر كان منذ ما يقارب 6 سنوات أو 7 سنوات بدأ العالم بأجمعه يشهد هذا التوتر الذي بين الحين والآخر يخرج على بأشكال متعددة، لكن آخر توتر كان بين كل من وزير الدفاع الأمريكي ووزير الدفاع الصيني. الولايات المتحدة اليوم تتهم الصين بأنها تؤجج الموقف العسكري سواء في منطقتها أو في كل دول العالم، بينما الصين ترد هذه الاتهامات وتقول بأن الولايات المتحدة تريد الهيمنة من طرف واحد ولا تريد مراعاة مصالح أي دولة أخرى سواء كانت صديقة أو غير صديقة، وأنها لا تريد إلا مصلحتها السياسية والعسكرية. لكن هذه التصريحات كان هناك العديد من المواقف التي تم تغذيتها. إضافة إلى ذلك، لا ننسى كارولينا بأنه قبل نحو شهور كذلك كان هناك أزمة على موضوع المنطاد الصيني التي أسقطته الولايات المتحدة بحكم أنه قالت بأنه كان للتجسس. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير.